السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب رابعة ابتدائي، رجعت لكم تاني مع ليسون 2 من يونت 3 كونكت بلس. ومعانا النهاردة درس تاني بعنوان ذا هيستوري اوف ايجيبت او تاريخ مصر. هيستوري اللي هو التاريخ، اللي هو التاريخ بتاع الحضارة وكلام من ده، مش تاريخ النهاردة. تاريخ النهاردة اسمه ديت، تمام. اول حاجة فرعون اسمه فارو. سلالات حاكمة اسمها داينستيز. صعيد مصر اسمها upper Egypt. upper يعني علوي، اللي هي مصر العليا يعني. هي الصعيد العليا، الصعيد العليا، واحنا السفلى كمان، تخيل بقى. يعني هنا الدلتا والاسكندرية والقاهرة والكلام من ده مصر السفلى، أما لا الصعيد هو مصر العليا. طب نعرف منين؟ أقول لك يا سيدي، مش النيل جاي من الصعيد لحد عندنا؟ يبقى هو العليا واحنا السفلى، يبقى الصعيد هو مصر العليا، احنا مصر السفلى. upper Egypt اللي هو صعيد مصر. country زي ما قلت لك قبل كده، تي لما يجي بعدها اربط نقطه ايه تشر خفيفه كده. country مش غلط برضه. country. ancient Egypt اللي هو مصر القديمه. ancient معناها عتيق، اللي هو قديم قوي. قديم اسمها old، يعني حاجه مثلا بقى لها 50 60 سنه 100 سنه old، امال حاجه من بقى لها الاف السنين زي الحضاره المصريه فقول ايه ancient Egypt. ancient. مراكب اسمها boats. رموز اسمها symbols. كاتب اسمه scribe. يوحد مش وحدة، يوحد اسمها unite. وحدة اسمها unit من غير الاي، تمام. امال ايه يوحد اسمها unite، ده الفعل بتاعها. long history يعني تاريخ عريق او تاريخ قديم او طويل. powerful يعني قوي. powerful power يعني قوة او طاقة. powerful يعني قوي. interesting يعني شيق. interesting. separate areas يعني مناطق منفصلة. separate areas area يعني منطقة، لسه قلنا في الدرس اللي فات. separate areas يعني مناطق منفصلة. PCE اللي هو before Christ era اللي هو قبل ميلاد السيد المسيح. BCE before Christ era، فبتختصر بدل ما نكتبها before Christ era كلها بقوم كاتب ايه BCE اللي هو قبل الميلاد. مش احنا 2021 ميلادية؟ ده قبل بقى الميلاد، قبل ما نبدا في العد اللي هو 2021 دول، قبلها كان اسمه بي سي اي. بابيروس اللي هو البردي، خدناه قبل كده برضه. بابيروس. تومز مقابر، مش حدش يقول لي تومز، ما في البي ام لما يجي بعدها بي قلنا البي ما تنطقش، بس ما هي تومز يعني مقابر. الافعال بقى الريجولر والارريجولر بتاعتنا، المنتظمه والغير منتظمه. قلنا المنتظمه طبعا بضيف لها دي او اي دي او اي اي دي، قلنا لو انتهت بي اي زي دي احط لها دي بس، زي جوين حطت لها joined، حطت لها ed. unite حطت لها دي بس. sale حطت لها ed. rule اخرها e حطت لها دي بس. ولو انتهت بواي قبلها حرف ساكن برضه زي study تبقى الماضي بتاعها studied، شيل الواي وحط مكانها ied. study الماضي بتاعها studied، شيل الواي وحط مكانها ied. طيب start يبدأ الماضي بتاعها started. separate قلنا separated. join يعني يضم او يتصل او يربط، الماضي بتاعها joined. يونايت يوحد، الماضي بتاعها يونايتد وحدة او متحد، الصفة زي الماضي بالظبط يعني يونايتد معناها متحد، تمام، او وحدة اللي هي الماضي من يونايت. سيل يعني يبحر، الماضي بتاعها سيلد. رولد. كنترول يتحكم، الماضي بتاعها كنترولد. الافعال بقى الريجولر بتاعتنا از طبعا الماضي بتاعها واز. am و is الماضي بتاعهم was عموما. are الماضي بتاعها were. become الماضي بتاعها became. become يعني يصبح، became يعني اصبح. are يعني يكونوا، الماضي بتاعها were يعني كانوا. write down يعني يدون او يسجل. write بس يكتب، write down معناها يدون او يسجل. write in hieroglyphics اللي هي اللغة الهيروغليفية. hieroglyphics لا فينا i c s hieroglyphics. hieroglyphics اللي هي اللغة الهيروغليفية بتاعت القدماء المصريين. work for يعني يعمل لدى او يعمل عند، يشتغل عند حد يعني. بعد كده نخش بقى على القطعة بتاعتنا. بقولك يا سيدي Egypt is a country with a very long and interesting history. مصر دولة لها تاريخ طويل جدا وشيق جدا. people started to live near the Nile about 9000 years ago. الناس بدأت تعيش على ضفاف النيل من حوالي 9000 سنة، مش لسه الموضوع قريب، من 9000 سنة. in 7000 BCE من سنة 7000 سنة قبل الميلاد، يعني قبل ما يبدأ 2021 اللي احنا بنعد فيهم دول، قبلها كمان ب 7000 سنة.
الناس بدأوا يعيشوا على ضفاف النيل. At first في البداية there were two separate areas، كان في منطقتين منفصلتين. Lower Egypt was in the north، زي ما قلت لكم احنا Lower Egypt مش Upper Egypt. Lower Egypt يعني مصر السفلى او مصر الدنيا، تمام؟ دنيا يعني سفلى، مش دنيا يعني الدنيا اللي احنا عايشينها. Lower Egypt اللي هي مصر السفلى was in the north، في الشمال زي ما قلت لكم كده، القاهرة واسكندرية والدلتا والكلام من ده، كل ده مصر السفلى، تمام؟ Where the Nile joins the sea، لما عند المكان اللي النيل فيه بيتصل بالبحر، اللي هي زي ما احنا عارفين عندنا النيل بينقسم من عند القاهرة كده في فرع رشيد وفرع دمياط لحد ما يوصلوا للبحر، دي اللي هي مصر السفلى بقى. Upper Egypt اللي هي مصر العليا was in the south، في الجنوب. Where the Nile flows through the deserts of Africa، حيث النيل flow يعني ايه، يتدفق، through يعني خلال، the deserts الصحاري of Africa، صحراء افريقيا. In about 3200 BCE، وتقريبا سنة 3200 قبل الميلاد، one pharaoh، كان في فرعون اسمه مينا، ملك مينا موحد القطرين، دايما نسمع عنه، او الملك مينا ده بقى الفرعون اللي اسمه مينا، join these two parts to unite the country of Egypt، ضم، قدر يضم الجزئين دول اللي هو الـ Upper Egypt والـ Lower Egypt مع بعض عشان يكون دولة مصر اللي احنا عايشينها دلوقتي. Egypt controlled the Nile as far as boats could sail on it، مصر فضلت تتحكم في النيل لأقصى مدى ممكن المراكب تمشي فيه، يعني مصر كانت متحكمة في النيل كله تقريبا. So it became very powerful، عشان كده مصر كانت قوية جدا. There are three main parts of the history of ancient Egypt، في ثلاث أجزاء رئيسية في تاريخ مصر القديمة. أول حاجة the Old Kingdom، المملكة القديمة، ودي كانت من 2800 2800 to 2200 BCE، من 2800 ل 2200 قبل الميلاد. ايه ده، هو مش المفروض من 2200 ل 2800؟ لا بص يا سيدي، قبل الميلاد بتنقص، بعد الميلاد بتزيد. يعني لو قلت لك من 2800 قبل الميلاد لحد مثلا واحد قبل الميلاد، تمام، يبقى انت قبل الميلاد التعداد او العد بيبقى لتحت مش لفوق، اللي هو 2800، 2200 اكبر من 2800، طب 1000 اكبر من 2000، تمام، مش العكس. ده الكلام ده قبل الميلاد، امال بعد الميلاد؟ لا، ال 2000 اكبر من 1000. فلو قلت لك مثلا من 2000 قبل الميلاد ل 1000 قبل الميلاد، يبقى مين الاكبر؟ ال 1000 هو الاكبر، لان انت بتقرب لميلاد المسيح، فالفتره الاقرب هي مين؟ هي ال 1000 مش ال 2000، تمام. امال في بعد الميلاد بقى الموضوع اتعكس، يعني لو قلت لك 2000 ميلاديه و1000 ميلاديه، لا ال 2000 ميلاديه اقرب، تمام كده. يبقى قبل الميلاد الموضوع معكوس، يبقى 2800 ابعد من 2200 مش العكس، تمام. وبعد كده الميدل كينجدم، المملكة الوسطى، كانت من سنة 2065، من 2056 65 ل 1775، لسنة 1775 قبل الميلاد برضه. The new kingdom بقى، المملكة الجديدة، كانت from 1570، من 1570 ل 1898، سنة 1098 قبل الميلاد برضه. يبقى ثلاث ممالك اللي كانوا عدوا على مصر، الثلاث ممالك الرئيسيين في مصر، المملكة القديمة، المملكة الوسطى، والمملكة الحديثة. بقول لك important dynasties controlled Egypt، السلالات الحاكمة المهمة دول، أكتر ثلاث سلالات حاكمة مهمين حكموا مصر. controlled Egypt، اتحكموا أو حكموا مصر for many years، لسنوات عديدة. These were important families who ruled the country، السلالات الحاكمة دي هي العائلات المهمة اللي حكمت البلد. طيب بعد كده بقول لك true or false. Egypt is a country with short and boring history، مصر دولة لها تاريخ قصير وممل، لا it was long and interesting history، تاريخ طويل وشيق. Lower Egypt was in the north، مصر السفلى كانت في الشمال، مصر السفلى كانت في الشمال، لو احنا زي ما قلنا. أحمس joined the two parts to unite Egypt، أحمس هو اللي ضم الجزئين مصر العليا ومصر السفلى عشان يوحد مصر، لا كان مين؟ مينا. There are three main parts of the history of ancient Egypt، كان في ثلاث أجزاء رئيسية في تاريخ مصر، طبعا كان ايه زي ما قلنا، Old Kingdom وال Middle Kingdom وال New Kingdom. بعد كده بيسألنا بقى، بيقول لك ايه، Where was the Upper Egypt، مصر العليا كانت فين؟ طبعا، طب استخدمنا هنا was ليه مش did؟
حد شاطر كده يقول لي ليه استخدمنا هنا was مش did. اللي عارف الإجابة يوقف الفيديو وبعت لي الإجابة دلوقتي قبل ما يكمل الفيديو، أمانة كده. طيب هقول لك يا سيدي ليه. لأن was هنا مفيش، احنا قلنا verb to be اللي هو am أو is أو are أو was أو were بستخدمه لو عندي اسم أو صفة أو فعل زائد ing. يعني بمعنى أصح لو لقيت فعل محطوط له ing أو ما لقيتش فعل خالص بحط verb to be. أمال did do و does و did قلنا لازم يجي بعدها فعل في المصدر، فأنا ما عنديش هنا فعل في المصدر فما ينفعش أسأل ب did. فأقول لك إيه where was، أين كانت upper Egypt؟ قال له it was in the south، كانت في الجنوب. طب where was lower Egypt، مصر العليا؟ قال له it was in the north، كانت في الشمال. بعد كده جايب لنا شوية معلومات بقى، بقول لك did you know، كنت تعرف the pyramid of Giza is the oldest pyramid in the world. نهر بتاع هرم اسمه هرم جوسر اللي احنا بنقول عليه هرم زوسر، هرم زوسر ده موجود في سقارة. بقول لك هرم زوسر ده هو أقدم هرم في العالم. People started building it about 2648، من سنة 2648 لحد 2627 BCE، لحد سنة 2627 قبل الميلاد. طيب بقول لك how do we know so much about the history of Egypt، هو احنا عارفين الحاجات الكتير قوي عن تاريخ مصر دي ازاي؟ فبقول لك Egyptians as time at that time used scribes، كانوا بيستخدموا الكتبة زي ما قلنا to write down everything that happened، كانوا بيستخدموا الكتبة عشان يكتبوا كل حاجة او يسجلوا كل حاجة كانت بتحصل. Scribes were very important people، الكاتب ده كان مهم جدا في مصر القديمة. They worked for the ruling dynasties، كانوا بيشتغلوا عند الطبقات الحاكمة أو السلالات الحاكمة. They wrote in hieroglyphics، كانوا بيكتبوا باللغة الهيروغليفية زي ما قلنا. Which are pictures or symbols that can mean one word or many ideas، اللغة الهيروغليفية دي بتتكون من صور أو رموز، كل صورة أو كل رمز ليها معنى، ممكن تدي معنى كلمة أو معنى فكرة أو معنى جملة على بعضها، ممكن صورة تقول لي معنى جملة أو معنى كلمة أو فكرة. We can see these hieroglyphics today، ممكن نشوف الحاجات الهيروغليفية دي النهاردة in tombs and museums، في المعابد في المقابر والمتاحف. Children learn it، learn it دي الماضي من learn يتعلم، learn it يعني يتعلموا. To become a scribe at school، كانوا بيتعلموا ازاي يبقى كاتب شاطر في المدرسة. Scribes wrote on stone، كانوا بيكتبوا على الحجارة. Or on paper، او على ورق made from papyrus reeds، كان بيتعمل من اغصان البردي زي ما قلنا قبل كده برضو. تمام؟ طيب بقولك برضو did you know، تعرف there are over 700 hieroglyphic symbols، تعرف ان في اكتر من 700 رمز في اللغة الهيروغليفية. انا نفسي ما كنتش اعرف بصراحة، معلومة جديدة بالنسبة لي. طيب بعد كده عندنا الماضي البسيط، برضو الماضي البسيط ده هعمل لك الفيديو وحطه لك صور لك على السبورة احسن من الشرح ده. طيب بيكون من ايه؟ فاعل ماضي مفعول، هذا الماضي البسيط. فاعل، فعل في الماضي مفعول به، احنا قلنا اي جملة في اي زمن بتكون من فاعل وفعل ومفعول به. الماضي البسيط بقى بيكون من فاعل، فعل في الماضي مفعول به. اول حاجة start، الماضي بتاع started حط لها اي دي. control، controlled حط لها اي دي. join، joined. work، worked. طيب لو الفعل اخره ايه بحط دي بس، يعني rule يبقى ruled بس حط دي. move، moved. use، used. unite، united. طب قالك لو الفعل انتهى بواي بس جاي قبلها، خلي بالك لازم يكون قبلها ايه consonant، يعني حرف ساكن. طب لو قبلها حرف متحرك لا حط اي دي برضو، زي play، played مثلا. play اللي هي يلعب، الماضي بتاعها ايه played يعني لعبة. تمام، ما بحطش، ما بشيلش حاجة. امال لو الواي قبلها حرف ساكن بشيل الواي وحط مكانها اي اي دي، زي try اخرها واي، شلت الواي وحطيت مكانها اي اي دي. study، شلت الواي وحطيت مكانها اي اي دي. cry، شلت الواي وحطيت مكانها اي اي دي cried. dry، dried. طب طبعا في حاجات زي ما قلنا ايه irregular، دي بتتحفظ لان ملهاش قاعدة. write، الماضي بتاعها wrote. learn، الماضي بتاعها learned. become، الماضي بتاعها became. make، الماضي بتاعها made. make يعني يصنع، و made يعني صنعها. is، يكون، الماضي بتاعها was أو was. are، الماضي بتاعها were. ولك we use past simple، بنستخدم الماضي البسيط ده past simple tense، زمن الماضي البسيط، to express، عشان نعبر actions that started and finished in the past، حاجة بدأت في الماضي وانتهت في الماضي برضو، حاجة حصلت وانتهت زمانيا. ancient Egyptians
used استخدموا او كانوا بيستخدموا scribes to write down everything that happened. They wrote كتبوا in hieroglyphics. مينا joined the two parts of Egypt. هو اللي ضم او وصل الجزئين ببعض. نخش بقى على الاكتيفيتيز على الليسون ده. اول حاجه يا سيدي بيقول لك complete the following dialogue with, استخدم الكلمات دي وكمل المحادثه دي. 3 يعني 3, history يعني تاريخ, upper يعني علوي, وancient يعني قديم او عتيق. فبيقول لك did you learn about the A of Egypt, طبعا the history of Egypt, history تاريخ مصر. قال له yes I did, عرفت كتير عن تاريخ مصر. How many parts of the history of A Egypt, طبعا of A ancient Egypt, مصر القديمة. قال له there are طبعا 3 main parts زي ما قلنا, old, middle way new. Where was A Egypt, where was upper Egypt, مصر العليا كانت فين. قال له it was in the south, في الجنوب. Where was lower Egypt, قال له it was in the north, في الشمال. طيب upper Egypt is hieroglyphic symbols ولا at the history of Egypt ولا in the south ولا to unite Egypt, طبعا مصر العليا قلنا كانت فين, في الجنوب. طيب مينا joined the two parts A to unite Egypt, عشان يوحد مصر. طيب there are three parts A of the history of Egypt, there are over 700 A on hieroglyphic symbols, رموز هيروغليفية. Egypt is a country with a very A and interesting history, طبعا A very long, تاريخ طويل جدا. Lower ولا upper ولا longer Egypt is in the north, اللي في الشمال قلنا مين, lower Egypt, مصر السفلى. Upper Egypt is in the south, في الجنوب. There are two ولا three ولا four main parts, تلات فترات طبعا, three parts of the history of ancient Egypt, في تاريخ مصر القديمة. مينا joins the two parts to separate ولا unite ولا concert, connect the country of Egypt. طب ايه الفرق بين unite و connect؟ unite يعني يوحد, يخلوهم وحدة واحدة, connect يوصل حاجة بحاجة, طبعا يبقى to unite عشان يوحد مصر. Egyptians used types ولا scribes ولا teachers to write down everything that happened, طبعا كان مين الكتبة او الكتاب اللي هما مين, scribes. The Egyptians wrote in books ولا hieroglyphics ولا alphabets, طبعا كان ايه, hieroglyphics. People start ولا started ولا starts to live near the Nile about 9000 years ago, من 9000 سنة. يبقى مضارع ولا ماضي؟ اكيد ماضي طبعا, يبقى ايه, started, فعل في الماضي. The ancient Egyptians write ولا writes ولا wrote, ancient Egyptians القدماء المصريين اللي كانوا عايشين من كام الف سنة دول, تبقى طبعا فعل في الماضي wrote. طيب هنا جايب لي نفس القطعة تاني وعايز على اسئله, فاحنا لسه قارئين القطعه فمش هنقراها تاني عشان ايه ما ضيعش وقتكم يعني. Egypt has a short ولا long ولا small and interesting history, برضو تاني يبقى ايه, long history. The Nile flows through the deserts of, كان بيتدفق خلال صحاري مين, Asia ولا Africa ولا Europe, اسيا ولا افريقيا ولا اوروبا, طبعا ايه, افريقيا, افريقيا. The Nile lower ولا upper ولا down Egypt is in the north, في الشمال كان مين, upper Egypt, في الشمال, لأ lower Egypt, اسف lower Egypt هي اللي كانت في الشمال. طب when did people start to live near the Nile, امتى الناس بدأوا يعيشوا حوالين النيل, اهي تاني سطر على طول, people started to live near the Nile about 9000 years ago, الناس بدأوا يعيشوا حوالين ضفاف النيل من حوالي 9000 سنة. طيب who united the two parts of Egypt, مين اللي وحد الجزئين بتوع مصر, طبعا الملك مينا, اهي مينا أو one pharaoh, مينا joined these two parts to unite the country of Egypt, الملك مينا هو اللي وحد الجزئين دول عشان يوحد مصر. يبقى ده رقم the number 4 و the number 5, تمام كده. طيب بعد كده بقول لك يا سيدي رتب لي where, قلنا أي أداة استفهام بيجي بعدها على طول فعل مساعد اللي هو مين عندي بقى, was. where was mean Egypt lower ولا lower Egypt, لا طبعا lower Egypt. where was lower Egypt. upper Egypt مصر العليا مالها, was كانت فين يا باشا, in the south, في الجنوب. upper Egypt was in the south. the ancient Egyptians wrote in hieroglyphics, القدماء المصريين ancient Egyptians wrote in hieroglyphics, اللغة الهيروغليفية.
children ايه؟ learned اتعلموا، الفاعل بيجي بعده فعل. learned ايه بقى؟ to become عشان يكونوا ايه؟ a scribe at school. learned to become a scribe at school، كانوا بيتعلموا عشان يكبروا يبقوا كتبة. طيب بعد كده بقول لك اكتب لي باراجراف عن ايجيبت اللي احنا لسه قايلينه. ايجيبت has a long and interesting history. تمام. ancient Egyptians lived near the Nile، كانوا بيعيشوا حوالين النيل. there was lower Egypt and upper Egypt. تمام. the pharaoh Mena joined them together to unite Egypt، عشان يوحد مصر. ممكن اقول برضو زي lived near the Nile 9000 years ago، عاشوا حوالين النيل من 9000 سنة فاتوا. بعد كده علامات الترقيم، طبعا هنقول اول حرف capital اللي هو where. did people start to live near the Nile؟ Nile برضو تعمل capital. ليه بقى؟ لان الاماكن المشهورة او الاماكن المميزة بتتعمل اول حرف فيها كابيتال، اسماء الاماكن المشهوره. فقلت ريفر بس نهر، لا ما عملوش كابيتال. امال نهر النيل؟ لا يبقى لازم يتعمل كابيتال. لو قلت مثلا متحف بس ما عملوش كابيتال، امال المتحف المصري يبقى لازم اعمله كابيتال. تمام. يبقى انا لو حددت حاجه معينه مكان مشهور لازم اعمل اول حرف فيه كابيتال برضه. وفي الاخر طبعا وين اداه استفهام، يبقى احط ده سؤال، احط ايه كويستشن مارك في الاخر. طيب ايجيبت اول حرف كابيتال، وهي اسم بلد فلازم تعمل كابيتال، يعني حتى لو مش جايه في الاول برضه اعملها كابيتال، هعمل اي كابيتال. ايجيبت از ا باورفول كونتري، مصر دوله قويه، واحط في الاخر فول ستوب لاني طبعا جمله كده. خلص يونت 2 من ليسن 2 من يونت 3، وانتظروني ان شاء الله قريبا جدا نكمل بقيه المنهج كله. ولو حد عنده سؤال يكتبه لي في الكومنتس او ابعته على الواتساب. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.